ايه اسمها نمبرز. يلا نرجع مع بعض النمبرز اللي احنا اخدناها ونعدها مع بعض. واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خدنا لغاية نمبر 10. يلا بقى مع بعض كده نحل المراجعة دي. السؤال ده اسمه ماتش. ماتش يعني فيل. هوصل عندي، هعد الأول وبعدين أوصل بالنمبر بتاعي. 1 2 3 4 5 6 7. هوصل بنمبر 7. نعد دول كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هوصل بنمبر 10. احنا خدنا لغاية نمبر 10. بعد نمبر 10 نمبر اسمه 11. اسمه ايه؟ 11. يلا نعد مع بعض كده الاول الورد ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ونعد كمان المثلثات دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى النمبر الجديد بتاعنا اسمه ايه؟ 11. بيتكتب ازاي؟ نمبر بكتب نمبر 1 ونمبر 1. واحنا عندنا اتفقنا ان احنا بنكتب الرقم بتاعنا جوه 2 ايه؟ مربع، علشان دول رقمين. طيب اول بيت عندي هنا اسمه بيت التنس، والبيت الثاني اسمه بيت اليونتس. يبقى بكتب نمبر 1 الاول في بيت التنس، وكمان بكتب نمبر 1 ثاني في بيت اليونتس. تعالى نكتب مع بعض. نفتكر نمبر 1 كان بيتكتب ازاي؟ كان بيتكتب كده. واحد شرطة مايلة من فوق وشرطة ايه؟ على السطر. كمان مرة كان بيتكتب كده ال1، يبقى 1 وجنبه 1 يعني 11. كمان مرة 1 في بيت التنس و1 كمان في بيت اليونتس اسمه 11. كمان مرة 1 في بيت التنس و1 في بيت اليونتس. يبقى النمبر ده اسمه ايه؟ 11. اسمه ايه؟ 11. بيتكتب ازاي؟ 1 في بيت التنس و1 في بيت اليونتس. طب يلا نحل مع بعض. كاونت، كاونت يعني عد. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كام ستار دول؟ 11. هكتبها ازاي؟ هكتب 1 في بيت التنس، 1 في بيت اليونتس اسمه 11. اسمه ايه النمبر ده؟ 11. يلا نعد كمان الفراشات دي. 1 2 3 4 5 6 7 8. دول ايه؟ 8. اكتب نمبر 8. يلا مع بعض كده. احنا خدنا نمبر ايه النهارده؟ نمبر 11. بيتكتب ازاي؟ 1 في بيت التنس، 1 في بيت اليونتس يعني 11. طب يلا نعد كمان مره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. نعد دول كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اسمه ايه النمبر ده؟ 11.